أعربت طول إعلان الحرية والتغيير عن تفاؤلها بجولة مفاوضات السلام المقبلة بشأن المنطقتين. وقال القيادي بالقوى الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني خالد عمر خلال ندوة سياسية بمنطقة الزيداب بالدامر في ولاية نهر النيل حول قضايا الراهن السياسي وتحديات الفترة الانتقالية. قال إن الجولة المرتقبة للمفاوضات في 21 من الشهر الجاري سيدخلها الطرفان مسلحين بإرادة التغيير وروح الثقة المتبادلة لحسم الملفات العالقة. وأشار إلى أن الجولة ستتجاوز بأولوياتها وأجندتها الملحة أي قضايا خلافية تتعلق بالمحاصصة السياسية وتقسيم السلطة. ولفت عمر إلى أن السلطة المدنية الانتقالية ستخوض الجولة وهي موحدة بوفد يشمل السلطة الانتقالية والحكومة والحرية والتغيير بذات القدر الذي تتوحد فيها حركات الكفاح المسلح بالمنطقتين تحت فريق تفاوضي واحد. في إرادة من الطرفين سواء من طرف قوى الكفاح المسلح أو من قبل السلطة المدنية الانتقالية للوصول للسلام ولوضع قضية ذات أولوية. بكل تأكيد لن تكون الجولة عبارة عن نزهة، هنالك قضايا معقدة تحتاج إلى بحث عميق، ولكن الروح مختلفة ولن يكون هو نوع حوارات حول السلطة أو حول الهموم النخبوية، وسوف يكون حوار بين أبناء الوطن الواحد من أجل ما ينفع الناس فعلا. إلى ذلك كشف خالد عمر عن استكمال قوى الحرية إعلان الحرية والتغيير مشاوراتها بشأن إحلال الولاة العسكريين الحاليين بولاة مدنيين مكلفين إلى حين التوصل للسلام، لافتا إلى أن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير أمهل تنسيقيات الولايات حتى الثلاثاء المقبل لرفع ترشيحات الولاة المدنيين وذلك تمهيدا لرفعها لرئيس الوزراء. وقطع بأن المعيار في الاختيار سيكون الكفاءة وليس المحاصصة الحزبية. قوى الحرية والتغيير أرسلت في الأسبوع الماضي خطابات لقوى الحرية والتغيير بكافة الولايات، هنالك مهلة حتى يوم الثلاثاء القادم لكي ترفع الولايات المختلفة ترشيحاتها للولاة المدنيين، على أن يتولى المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير اختيار ولاة يستطيعون أن ينهضوا بمهام المرحلة المقبلة ورفعها للسيد رئيس الوزراء من أجل تعيينهم على حسب منطوق الوثيقة الدستورية. هذه قضية عاجلة، هؤلاء الولاة سيكونوا مكلفين إلى حين الوصول إلى اتفاق السلام، بموجب اتفاق السلام سيتم مراجعة هذا الأمر.